السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي، مرحبا بكم مجددا في درس جديد من دروس التربية على المواطنة تحت عنوان انتخاب مجلس القسم. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف عن معنى مفهوم مجلس القسم وعن بعض الأدوار والاختصاصات هذا المجلس. إذن هذا الدرس كان من المفترض أن نقوم به بشكل تطبيقي، لكن بسبب هذه الجائحة لم نتمكن من إنجاز هذا الدرس تطبيقيا. إن شاء الله في بداية الموسم الدراسي المقبل سنقوم بانتخاب مجلس القسم، وذلك لتعيين المسؤول في القسم أو المنتخب في القسم بتراضي من التلاميذ، لأن دور مجلس القسم هو أن نصل إلى المنتخب في القسم أو المسؤول في القسم بتراضي من التلاميذ، يعني كي تكون هناك نوع من الشفافية، يعني يعين مسؤول القسم انطلاقا من تصويت التلاميذ له. إذا نتطرق لأهداف الدرس. الهدف الأول تعرف الأدوار والاختصاصات المنوطة بمجلس القسم المساهمة في تحسين ظروف التعلم. الهدف الثاني اكتشاف الخطوات والقواعد الأساسية لانتخاب مجلس القسم. الهدف الثالث التدرب على ممارسة أسس بعض مبادئ الديمقراطية داخل القسم. الهدف الرابع والأخير الوعي بأن انتخاب مجلس القسم أداة لتعلم الديمقراطية وتفعيل الحياة المدرسية. إذن أعزائي، نبدأ بأول شيء، أمهد لتعلمي. تشكل تجربة انتخاب مجالس الأقسام في بعض المدارس فرصة للاستئناس بمبادئ المشاركة الديمقراطية في الحياة المدرسية. إذن ما المقصود هنا بالمشاركة الديمقراطية؟ نعم، المشاركة الديمقراطية هي مشاركة جميع التلاميذ ذكورا وإناثا في مختلف أنشطة القسم، وفي تدبير وتخطيط وإنجاز مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية التي تتم داخل فضاء المدرسة، وذلك عبر انتخاب ممثليهم في مجلس القسم ومجلس التدبير. إذن المقصود بالمشاركة الديمقراطية أن للتلاميذ سواء ذكور أو إناث الحق في المشاركة في أنشطة القسم، وكذلك لهم الحق في إبداء آرائهم في مختلف الأنشطة سواء تربوية أو ثقافية أو فنية أو رياضية إلى غير ذلك، يعني انخراط التلاميذ ذكورا وإناثا في جميع ما يخص القسم، جميع الأنشطة. إذن ما هي أدوار ومسؤوليات مجلس القسم؟ كيف يتم انتخاب هذا المجلس؟ أولا أتعرف أدوار واختصاصات مجلس القسم. كما تعرفون مجلس القسم لديه مجموعة من الأدوار ومجموعة من الاختصاصات، سنتطرق لبعضها انطلاقا من هذه الخطاطة. نبدأ بأول شيء، أدوار مجلس القسم. من بين أدوار مجلس القسم تمثيل جميع تلاميذ القسم، يعني أن مجلس القسم هو الذي يمثل لنا تلاميذ القسم، هو الذي يتحدث باسم تلاميذ القسم، مساعدة التلاميذ على حل المشاكل التي تعترضهم. من بين أدوار مجلس القسم أنه حينما يكون مشكل معين لدى تلميذ ما أو تلميذة ما يقوم بمناقشة هذا المشكل مع التلميذ أو مع التلميذة للوصول لحل مناسب. عرض وجهة نظر التلاميذ على الأساتذة أو على الأستاذ ومدير المدرسة. حينما يقرر قسم ما تنظيم نشاط ثقافي أو ترفيهي إلى غير ذلك، مجلس القسم هو الواسط بين التلاميذ أو بين تلامذة القسم ومدير المؤسسة أو الأستاذ المعني بالأمر، يعني هو الذي يوصل هذه الفكرة للمدير أو للأستاذ. حث التلاميذ على الالتزام بصيانة القسم والمحافظة على تجهيزاته. من بين أدوار مجلس القسم أيضا، وهذا دور مهم، أنه يقوم بعملية تحسيسية أو عملية توعية التلاميذ على الحفاظ على مرافق القسم وعلى الحفاظ على حجرة الدرس وما يؤثر حجرة الدرس من سبورة، من مقاعد، من لوازم أخرى. الآن سنذكر بعض الاختصاصات أو بعض اختصاصات مجلس القسم. من بين اختصاصات مجلس القسم الدفاع عن مصالح التلاميذ لدى أساتذة القسم وجمعية الآباء.
يعني أن مجلس القسم هو الذي يدافع عن مصلحة التلميذ أولا أمام أساتذة القسم وأمام جمعية الآباء. إعلام التلاميذ واستشارتهم في كل المواضيع التي تهمهم. يعني حينما تقرر المؤسسة أو المدرسة القيام بنشاط ما، مجلس القسم هو الذي يوصل هذه الفكرة لتلامذة القسم، وأيضا يستشير معهم أو يتحاور معهم حول هذه الفكرة. تعبئة التلاميذ للمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية للمدرسة، تشجيع التلاميذ على المشاركة في هذه الأنشطة التي مثلا تريد المؤسسة أو المدرسة أن تنظمها، المشاركة في عملية إعداد أو مراجعة قانون المدرسة. حينما تضع مدرسة معينة قانون داخلي، يمكن للتلاميذ الاطلاع عن هذا القانون، وإذا كانت لديهم وجهة نظر خاصة، مجلس القسم يمكنه أن يوصل هذه الفكرة لمدير المؤسسة. والآن أعزائي ننتقل لخطوات انتخاب مجلس القسم. الخطوة الأولى شروط انتخاب مجلس القسم، يعني الشروط التي يجب أن تتوفر لإنجاح هذه العملية الانتخابية. أول شيء الإعلان عن انتخاب مجلس القسم وتاريخ إجرائه، يعني يوضع إعلان لهذا المجلس لعملية انتخاب مجلس القسم، ويوجد فيها بطبيعة الحال تاريخ إجراء هذه العملية. ثانيا تحديد شروط الترشيح لعضوية مجلس القسم، يعني أن التلميذ الذي سيتقدم لهذه الانتخابات يجب أن تتوفر فيه مع مجموعة من الشروط التي تحدد. مثلا سنعطي بعض الأمثلة عن هذه الشروط. مثلا يجب أن يكون التلميذ مجيد في القسم، ذات مسؤولية، منضبط، يحترم تلامذة القسم والأساتذة والعاملين في المؤسسة. كل هذه من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في التلميذ الذي سيتقدم لهذه الانتخابات. يعني بطبيعة الحال من حق جميع التلاميذ، لكن يجب أن تتوفر فيهم هذه الشروط. ثالثا وضع لائحة التصويت الخاصة بجميع تلامذة القسم، توضع لائحة فيها جميع أسماء تلامذة القسم كي لا يكون هناك عملية التكرار أثناء التصويت. يعني هذه اللائحة توضع علامة أمام كل تلميذ قام بعملية التصويت كي لا تكون هناك عملية التكرار. رابعا تحديد شروط تنظيم الحملة الانتخابية والإعلان عن النتائج. بطبيعة الحال حينما تنتهي العملية الانتخابية يعلن عن النتائج، يعلن عن الفائز بهذه العملية الانتخابية أي المرشح في القسم. الخطوة الثانية المشاركة في عملية الانتخاب. هذه العملية كان بإمكاننا القيام بها داخل القسم بشكل تطبيقي، لكن الظروف لا تسمح بسبب هذه الجائحة، نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء. سنكتفي فقط بالتعرف عن هذه العملية وعن مراحل هذه العملية، وذلك بالإجابة عن هذه الأسئلة. انطلاقا من هذه الصورة، ما هي العملية التي تقوم بها التلميذة المشار إليها بهذا السهم، ولماذا تقوم بهذه العملية؟ أولا العملية هي عملية تسمى بعملية التصويت. إذا هذه التلميذة تقوم بعملية التصويت، هذا ما يسمى بعملية التصويت. لماذا؟ لاختيار ممثل التلاميذ في مجلس القسم. نقوم بهذه العملية داخل القسم من أجل اختيار أو التصويت لتلميذ ما أو تلميذة ما التي تتوفر فيه الشروط التي قلنا سابقا، من أجل أن يمثل لنا مجلس القسم. مما يتكون مكتب الانتخاب؟ كما ترون في الصورة، مكتب الانتخاب يتكون من مجموعة من الأشياء. مثلا يتكون مكتب الانتخاب من أشخاص يشرفون على عملية الانتخاب. كما ترون لدينا الرئيس ونائبه، الكاتب. كما يوجد في هذا المكتب أو مكتب الانتخاب يوجد فيه صندوق شفاف الذي يوجد أمام الرئيس مباشرة، والذي يكون الرئيس هو المسؤول عن هذا الصندوق. الصندوق يكون شفاف لتكون عملية واضحة أو عملية ديمقراطية. يكون لدينا معزل، المعزل يكون على شكل غرفة صغيرة. هذا المعزل يدخل إليه أي تلميذ يريد القيام بعملية التصويت من
أجل أن تكون عملية من أجل أن تكون عملية سرية، يعني أن يختار المرشح الذي يريد بشكل سري. ثم تكون لدينا بطائق أو بطاقات للتصويت، هذه البطاقات تحمل أسماء المرشحين. إذن هذه هي عملية الانتخابية. ثم الخطوة الثالثة عملية فرز الأصوات. انطلاقا من هذه الصورة، ما هي العملية التي يقوم بها الشخص الذي أشير إليه بهذا الساب الأسود والذي قلنا سابقا بأنه هو رئيس مكتب التصويت؟ لاحظوا الصورة جيدا. نعم، يقوم بعملية إفراغ صندوق الاقتراع من أجل عملية الفرز. عملية الفرز يقصد بها هي عملية عزل بطاقات التصويت وجمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. يعني يقوم بإفراغ الصندوق من البطائق الموجودة فيها من أجل عدها وإعطائنا النتيجة النهائية. لكن عملية الانتخاب في غالب الأحيان يكون فيها مشكل معين، والذي هو حينما يكون لدينا مثلا مرشحين لديهم نفس عدد الأصوات، ماذا يمكن عمله في حالة إذا كانت الأصوات التي حصل عليها المرشحون متساوية؟ مثلا لدينا تلميذين لديهم نفس عدد الأصوات، ما هي الإجراءات التي يمكن أن نتخذها في هذه الحالة؟ نعم، في حالة تساوي الأصوات بين المرشحين أو أكثر ينتخب أكبرهم سنا. مثلا نحن في القسم يمكن أن نجد التلاميذ لهم نفس السن، يعني الكل مزداد في نفس السنة. سنلجأ هنا إلى الاختلاف في الشهر، أو إذا كان هناك تساوي في الشهر الاختلاف في اليوم. إذن لابد أن نجد الفرق بينهم في الشهر أو في اليوم في حالة ما كان هناك تساوي في السن في السنة التي ولد فيها كلا المرشحين. وفي حالة تعادل السن مثلا تجرى قرعة لتعيين المرشح الفائز. حينما نجد هناك تساوي سواء في السنة التي ازداد فيها المرشحين وفي الشهر وهناك تساوي في اليوم، نلجأ لقرعة، قرعة بسيطة لتعيين المرشح أو الفائز في هذه الانتخابات أو انتخاب مجلس القسم. إذن أعزائي، هكذا نكون قد تطرقنا لبعض الخطوات المهمة في انتخاب مجلس القسم، وتطرقنا أيضا لأدوار واختصاصات مجلس القسم. إن شاء الله هذه الانتخابات سنقوم بها بشكل تطبيقي في الموسم الدراسي المقبل إن شاء الله. إذن إلى اللقاء، وموعدنا في الحصة المقبلة إن شاء الله.